أشرف كل من وزير السياحة عبد القادر بن مسعود رفقة وزير التكوين المهني محمد مباركي على اليوم الدراسي حول تطوير مهن الفندقة والإطعام والسياحة بحضور كل من والي العاصمة عبد القادر زوخ ومؤدراء الفندقة لولاية الجزائر وكذا إطارات قطاعي التكوين والتعليم المهنيين والسياحة والصناعة التقليدية. وقد تم اختتام اليوم الدراسي بالتوقيع على اتفاقيتي الشراكة الأولى بين مديرية السياحة بالعاصمة ومديرية التكوين بالعاصمة وكذا اتفاقية بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والنقابة الوطنية لوكالة السياحة والفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق. هذا وقد تم تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظير ما قدمه للقطاعين. ميكروفون سيد أحمد هديبل. هي حوالي 60 مؤسسة اقتصادية فندقية جديدة تفتح أبوابها هذه السنة على مستوى ولاية الجزائر مع كل ما يتطلبه أو تتطلبه هذه المؤسسات من مناصب عمل. عندنا 3200 داخلين في إطار التكوين التمهين على مدة ثلاث سنوات مع في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة التكوين المهني والتمهين. بديناها في شهر أكتوبر وهي الصيغة المفضلة لدينا والصيغة المفضلة عند السيد وزارة التكوين المهني. على سبيل المثال عندنا حاليا 90 فندق في الإنجاز، وهذه 90 فندق راهي في الإنجاز غادي يعطينا 15,000 إنسانين ومتوقعين 8,000 منصب شغل دائم. كذلك عندنا 100 فندق راه في الدراسة من حيث رخص البناء والأوعية العقارية والإجراءات الإدارية. دونك هذا كل آفاق مستقبلي لمناصب الشغل. وعلى